واحد عدد ديال ولا عرف واحد المسار يعني في واحد النقطه كبيره جدا. وانا لازلت اتذكر كيفاش ان واحد النواب ديالك كيصرحوا لي وكيقولوا لي اننا صوتنا مرغمين على الملف النظافه حفاظا على الاغلبيه او حفاظا على وحده مكتب المجلس. وانا اسالهم اليوم كيف تجرأتم ان تختاروا واحد الاختيار ضد مصلحه المدينه تعترفون به؟ واحد الاختيار تقول انه هو ضد مصلحه المدينه ولكن صوتت عليه لسواد اعين من؟ وسيد الرئيس كاين واحد الانتقادات كثيره توجه للعمل ديال الشركه. الشركه يعني قبل ما نقول واش حنا مستعدين غادي نديروا ملحق جديد، حيت هذا الملحق هذا لما غادي نتذكر فيه وغادي نقول ما الجديد فيه. واش الشركه كدير الخدمه ديالها؟ واش اللجنه ديال التتبع على الكوميتي التسويفي اللي منصوص عليها في دفتر التحملات واش معموله ولا ما معمولاش؟ جاوبنا السيد الرئيس. واش الكوميتي التسويفي جاوبنا السي ماشيش؟ لكن حتى النائب الاول هو ما كيجاوبش اصلا خارج المدينه. كاين هذا الكوميتي التسويفي؟ ها الرئيس لا لا كنسولك انت هو ما كيكونش وما كيكونش. لا الرئيس الجلسه. بالتالي واحد العدد ديال الامور كاين في دفتر التحملات الحالي لم تنفذ. الاجدر بنا اننا نمشيو عند هذه الشركه هذه ونطلبوها انها تنفذ الالتزامات ديالها. تنفذ المضامين ديال دفتر التحملات اللي موقع عليه هي وموقع عليها حتى انت السيد الرئيس. باش نجيو اليوم ونقولوا حنا هاد الشركه ديال النظافه باغيين نزيدوها واش نزيدوها دي سيكتور من بين الملف الواضح باغيين نزيدوها شي 640 مليون في العام 640 مليون سنتيم سنويا. وهنا غادي ندخل لهاد دفتر التحملات ولا هاد لابيكس. اول حاجه من ناحيه ديال الشكل عطينا وثيقه موقع عليها الرئيس واش توقعت عليها هاد لابيكس؟ جميع اتفاقيات الشراكه والامور اللي كتجي عندنا كدوز في المجلس الرئيس ما كيوقعش عليها حتى كتجي كيجي التوقع ديالو القهوي هادي انت موقع عليها كتلقى شي ديالها ولا توقع مصور. هذا الملحق كتقول فيه السيد الرئيس انكم غادي لوغمونطاسيون فريكونس ديبلويمون. هاد لوغمونطاسيون اللي هي دابا ثلاثة مثلا نجيو براياج ميكانيزي الفريكونس كونتراكتويال ثلاث ايام على سبع ايام. عطيوني واش في الفرق التحملات الحالي الشركة ملتزمة ثلاث ايام على سبع ايام. منين جبتوا هاد ثلاث ايام؟ واش دابا الفريكونس الكونتراكتويال اللي كاين دابا واش هو ثلاثة على سبعة؟ وي لا برو سي رئيس راه ما كنسول الا ما انت عندك المعطيات راه كاين عند النواب ديالك راه كيقيدوا هنايا يوجهوا كاين المدير المصالح كاين رئيس المصلحة جيبوا لي ها هو دفتر التحملات ما فيهش ثلاثة على سبعة باش ترجعوا على سبعة على سبعة. عاوتاني هنايا عندكم جوج على سبعة راه ترجعوها انا هذا الشيء هذا الحالي يعني الفريكونس كونتراكتويال فين هو عندكم دفتر التحملات الحالي اللي كاينه دابا ها هو قدامي كاينه هنايا بريستاسيون دو لاباج لاباج دي بلاس بيبليك سوق مارشي ما كاينش ثلاثة على سبعة بل يعني الطامة الكبرى هي ملي كنوصلو لفيناليتي كنلقاو سيكتور نون كوليكتي الشركة خاصة تخلص عليها 10000 درهم في النهار. سيكتور نون كوليكتي 10000 درهم في النهار. واش السيد الرئيس هذيك الميزانية ديال الجماعة كتعرفوا عاد تخرجوا منها ما تعرفوش تعمروها؟ واش هذا ماشي الضياع؟ واش هذا السي ماشي مصلحة المدينة 10000 درهم في النهار؟ هذا غير سيكتور نون كوليكتي. واش هو؟
لا انت عندي تيدك انا كنهضر معاك انت حيت انت كتهضر على مصلحه المدينه اسمح لي اسمح لي راه رئيس الجلسه اسمح لي شوف مين قلت تما انا يا سيدي ما هضرش مع الرئيس وكنهضر معاك حتى انت نفسك هضر مع الرئيس ما تخاطبنيش انا راه رئيس الجلسه هضر معاك واش معايا قال لك السوق كيف ماسك يوليك من الله 5000 درهم في النهار وعطيو لي هاد الساحات اللي كيتجمعوا ولا كيبقاو عندهم الدولة ولا الجماعة كتطبق هاد الفيناليتي ديال 5000 درهم في النهار ثاني عاوتاني كاين درهم فال هاد المونطان 6000 درهم في النهار عندك غير رابور تكنيك عطيونا غير رابور تكنيك اللي خصها تعطيه الشركة كتخلص الى ما عطاتوش كتخلص 300000 درهم باباكور يعني غير باباكور واحد ما كاينش كتخلص عليه 30 مليون واش نتوما الرابورات اذا نتوما جايين حادين الضغط دوزوا هاد النقطه النقاش واش يبوها لنا ديرونا بريزونطاسيون شنو الشركه كتجمع دابا ومن بعد غادي تدوز 640 مليون شنو غتبقى تجمع ديروا لنا وضحوا لنا قولوا للناس ديال المدينه وضحوا لنا حتى حنا نفهموا هاد لي بريزونطاسيون او هاد لي برو اللي عاطين هنا يا ربي يضوا الحال هاد واش كنفهموا انتما كتفهم فيهم شي حاجه اللي كيفهم فيهم شي حاجه يقاتلهم عليك عيب خارقه بالبيض والكحل والله ما فهمت فيها شي حاجه انا تصرح هادي كيفاش بغيتو من السيد الرئيس اننا صوتو واحد الملف